السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، تشرفنا صباح الأربعاء 5/7/1442 في مركز سليم بن شالح وشريك 0538809 بزيارة خاصة لأخونا خالد البقمي وعياله. الله يحييك. الله يبقيك يا مرحبا. الله يبقيك يا ابو شالح. الله يحييك ويطول عمرك. وزيارة اخونا خالد اليوم افرحتني لانه اشترى منا العام الماضي جمل فحل ما شاء الله تبارك الله، والان رجع بيشتري ابل، وزيارة الرجل اللي اشترى منه وجانا مرة ثانية والله اننا نفرح فيها. نعرف ان شاء الله انهم لقوا خير وان السلعه تباركت الحمد لله، ويبحثون عن مثلها. واحسن ما عندك الا كل خير يا ابو شالح. الله يحييك والله، ورجال صدوق ان شاء الله. ان شاء الله الله يجعلنا خير. ما تمدح الرضا على تستاهل. الله يحفظك. الله ورجال طال عمرك وافي ان شاء الله. الله يجزاكم خير ولعليكم زود وشروا الرجال اللي تسمع. مبروك سبتك طيبه. الحمد لله الحمد لله. الله يحييك. وبالمناسبة عندنا مجموعة من الزمول الطيبة كلها قعدان حقق ولقايا، وعندنا ما شاء الله تبارك الله خلفات بجميع الألوان. وللتواصل مركز سليم بن شالح وشريكة 0538809. والله يحيي الجميع في محل الجميع ويا مرحب. الله يبقيك يا مرحب.